ممكن أيضا خوف الوزراء من الرئيس يخليهم ينصاعون لقراره وما حد يقدر يجادله. هذا شائع الكلام انه اللي الوزراء اللي يعني الطبقة القيادية انذاك كانت تخاف من الرئيس، ما حد يقدر يتحدث امامه او ما حد يقدر يجادله او ما حد. هل لك ان تعطينا صورة عما كان يجري مثلا في اجتماعات مجلس الوزراء؟ ناقل الحديث وأنت وزير للكهرباء، ناقل الحديث أو الصورة لكم بهذه الوضعية لم يكن دقيقا، ويمكن يحاول أن يشوه مرحلة. لا يوجد خوف بمعنى الخوف، هناك علاقة احترام متبادل. علاقة احترام؟ احترام، نعم. الرئيس الراحل كان يسمع المتكلم إلى أن ينهي كلامه بالكامل، وأحيانا يسأله كملت كلامك يلا يبدأ بالكلام، ينصت، كان ينصت بشكل للوزير المعني مثلا في قضية معينة، وأحيانا تتم مناقشته، وأحيانا الرئيس الراحل يستعين بمن لهم علاقة بالموضوع المطروح بإبداء وجهة النظر. أكو مثال ممكن تسوق لي أنه في يوم من الأيام الوزير الفلاني قدر أن يغير قناعة الرئيس ويمشي رأيه مثلا؟ أنا قلت لك هناك سياقات وأسلوب لاتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، يعني مثل ما تحدثت لك هناك محضر اجتماعات يوزع على أعضاء مجلس الوزراء قبل الاجتماع. لا يعني أنتوا أثناء الجلسة، نعم، أكو حديث وحوار؟ كل موضوع لم يبت به في الجلسة التي حدد أن يناقش بها يحول إلى لجان مختصة بمدة زمنية وسقف زمني محدد. تقوم هذه اللجان برفع التوصيات. لا أستاذ سحبان، قبل اللجان وقبل التوصيات أنتوا قاعدين باجتماع مجلس وزراء وجنابك وزير وقدامك الرئيس قاعد، تمام؟ نعم. يعني نقاشات بصير عندكم حوارات؟ طبعاً طبعاً. هل أكو إمكانية أن تغير من رأي الرئيس مثلا في نقاش معين أو قرار هو متخذه تقدر تغيره؟ مو فقط جنابك، أنت أو أي وزير آخر تطرح مرة طلبات أمام السيد الرئيس الراحل ويصربت به، والكثير يتوقعون أن القرار باتجاهه ويصبح باتجاه آخر، فليس السياق المتبع أنه القرار الفردي أو كما يسمى الآن أو يشاع أو يتهم به الرئيس الراحل بأن نوع من الفردية باتخاذ القرار. لم ألبس هذا، ولكن هناك أوامر وهذه الأوامر تخضع إلى مسببات، ومثل ما قلت لك أنا الآن قبل شوية لو ربطنا مع إيران كان حالنا أو حال المنطقة اللي تغذى كهرباء من إيران، ولكن من صار هناك توجيه وعبر دراسة اللجنة. يعني أنت تريد تقول لي عفوا أنه الأجواء داخل أو مو الأجواء، العلاقة بين الوزراء أو بين الطبقة القيادية ورئيس الدولة إيجابية وودية جدا جدا، ويلقى اذن صاغيه منكم، يعني او تلقون اذن صاغيه منا عفوا، ويسمعكم وتسمعوه، واكو تفاهم، اكو لغه تفاهم مشتركه، يسمع المتكلم ويصغي بشكل كبير، وليس الوزير فقط. مرات هناك بعض الحالات تستدعي ان يدعو من هو مدير عام ويأتي للحديث في مجلس الوزراء، المدير العام المعني في قضية معينة، في قضية معينة، وكان يسمع المدير العام بكل التفاصيل ويناقشه وأيضا يوجه للوزير بعض الأسئلة.